وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا من تعودتم على تلاوة القرآن والنظر في المصحف، داوموا على تلاوة كلام ربكم، اجعلوا لكم نصيبا يوميا تقرؤون فيه من القرآن ما تيسر، بحيث لا يمر الشهر على المسلم إلا وقد ختم القرآن، هذا على الأقل، وإلا من السلف من يختم القرآن في كل عشر في صلاة الليل، ومنهم من يختمه في كل سبع في صلاة الليل دائما وأبدا، ومنهم من يختمه في كل ثلاث ليال في صلاة الليل، بل منهم من يختمه في ليلة واحدة في صلاة الليل، كعثمان بن عفان رضي الله عنه، كانوا يقومون الليل ولا ينامون منه إلا قليلا، ولكن لسنا مثلهم، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ولكن نأخذ نصيبا ولو قليلا من الليل، نداوم عليه ونتعود عليه، وفيه الخير الكثير.